السلام عليكم، معكم هشام بن الزواغية، فاعل جمعوي حقوقي. حنا كنآزرو كجمعية حقوقية هاد السيدة ناعمة زوجة ما يسمى بقضية مرت البوليسي، اللي هي واحد الدعوة من أجل إثبات النسب والزوجية، اللي كان فيها واحد الحكم ابتدائي لصالحة، واللي استمرت اليوم حوالي 9 سنين، اللي من خلالها وصل واحد الابن للسن ديال الدراسة. هو دابا راه العمر ديالو 9 سنين، وهو راه مقطوع على الدراسة بحكم كانت كيقرا في واحد المدرسة خاصة، وديك المدرسة خاصة هي اللي كانت حاولت ما أمكن تفاهم مع الأم ديالو تدخلو بدون ما يكونوا عنده أوراق. اليوم اللي كنشوفوه وكنستغربوا ليه أنه كيفاش ملف أولا بسيط جدا ديال إثبات النسب والزوجية استمر 9 سنوات في القرن 21. إذا هذا كيبين بأنه راه ما كايناش نجاعة قضائية في معالجة الملفات. هذه كنظرة أولية. ثاني حاجة، هاد السيدة وصلت لواحد المسطره اللي هي بسيطه، انه داس من المرحله الاولى ديال الاحكام الابتدائيه والاستئنافيه اللي دارت فيها الخبره لا دي ان، واللي من خلالها الهيئه القضائيه حكمت لصالحها. ثاني حاجه استانف ودار شكايه تكيديه باش يحاول ما امكن يجرجرها ويستغل الثقوب القانونيه اللي كاينه في القانون، وبالتالي استمر وقدر يجرجرها 9 سنين. اليوم مني وصلت الهيئه القضائيه ذات قرار باش يدار خبره ديال لا دي ان الثانيه، اللي هي من بعد ما جا الملف من النقد، اللي من خلالها ما غيبقاش عنده حتى شي فرصه فاش يدير النقد او لا يدير شي شكايات، لان كل الامور استنفذها، لا الشكايات الكيديه ولا المساطر القانونيه من ابتدائي واستئناف والنقد وغيره. فبالتالي اليوم الهيئه القضائيه كما كنقول وقفت لي البيضه في الطاس، يا اما يدير الخبره لا دي ان وبالتالي يثبت واش هذا السيد الاب ديال هذا الطفل ادريس او لا، إلا كانت متهمه وخرج بانه راه ماشي ابنه راه من حقه يتابعها، كان ابنه راه بالتالي المحكمه راه غتأيد الاحكام اللي سابقه، وبالتالي غتكون تاخذ بالادله، لان هذه السيده راه ماشي غير عندها الخبره لا دي ان، عندها لفيف عدلي، عندها اشهاد، لانه اشهاد ملي كتمشي دير اشهاد في مقاطعه هذا السيد راه كيحضر وكيشهد بالمضمون ديال ديك الاشهاد وكيوقع في ذاك الروجيستر ديال المقاطعه. هادشي كامل كاين وباثباتات والمحكمه توصلت لهم، وفي الاخير اش كيقول في التصريح امام القاضي؟ انني ما كنعرفهاش. يعني كيفاش واحد ما كيعرفش واحد السيده وعندها اشهاد في الامضاء ديالو في واحد الاداره عموميه اللي كنعرفوها اللي هي المقاطعه، صحيح الامضاء. اذا هنا كيبان لك بانه اولا كاذب انه ما كيعرفهاش، لانه عندها اثباتات كتثبت انه عنده علاقه بها، زائد لفيف العدلي اللي ديال 12 شهر، زائد انها دارت الخبره الاولى وهو امتنع، وبالتالي واليوم ملي دارت الهيئه القضائيه عطات امر باش دار الخبره الثانيه ما بغاش يتبلغ، لانه مجرد ما انه غيتبلغ بهذا الامر ديال الهيئه القضائيه باش يدير لا دي ان، يا اما غيمشي يديرو وبالتالي راه عارف انه الولد ولده، يا اما ما غيديروش والهيئه القضائيه تحكم بانه امتنع، يعني راه ماشي ولدك انك امتنعتي ديرو، هو ما بغاش يتبلغ. حنا اللي استغربنا ليه هو موضوع الاعتصام ديالها ثلاثه المرات وهي كتعتصم بنفس الغرض، انه 4 شهور وما قادش يتبلغ، وهذا رجل امن عنده رقم مهني وكاين في اداره ديال درب السلطان، الدائره الامنيه ديال درب السلطان. يعني حنا المحامي ديالها مشكور مني دار مذكره باش يتبلغ في العناوين ديال السكن ديالو، ما وصلناش ما قدروش يتوصلوا، يعني كان دائما الباب كيتسد حتى واحد ما كيبغي يتسلم. دار مذكرة أخرى للمحكمة والنيابة العامة وكيل النائب وكيل الملك باش يتبلغ في مقر العمل، لأنه هذا إجراء معروف، مسطرة معروفة، ملي كيتعذر علينا شي واحد نبلغوه في العنوان السكن ديالو كنمشيو ليه المكان ديال العمل ديالو، وهذا رجل أمن معروف فين كاين، مديرية قد الخلا، مديرية الأمن العام الأمن الوطني، ودائرة معروفة ورقم تسلسلي عندها وعندها الاسم والنسب، وديجا راسلت الدائرة الأمنية بخصوص هذا المشكل ديال أنه كيتهرب يتبلغ. حنا اللي كنطالبوا انه مني اعتصمات القاضي مشكور وكيل الملك ورئيس المحكمه استقبلوها وعطاو امر النائب وكيل الملك باش يمشي يعطي رساله لولايه الامن، ولايه الامن كتعطي رساله للدائره الامنيه وكتبلغ وكتقول ليه انت راه خصك تبلغ وكتبلغ. اذا هاد المسائل قالوها لا رجال الامن، قال لهم حنا خصنا غير رساله من النائب وكيل الملك لو النيابه العامه ومرحبا نبلغوه. يعني ها هي الدائره الامنيه والولايه الامن والمديريه العامه باغا دير دورها، ولكن شكون اللي ما دارش الدور ديالو؟ هي النائب وكيل الملك اللي مفروض
انه الهيئه القضائيه راه دارت خدمتها، قالت لك انا راني قلت النائب الوكيل الملكي بلغوا بالقوه العموميه ولا تبلغ في مكان العمل، يعني هذا النائب الوكيل الملك خصو يدير خدمته، يبلغ رساله. هو كان رجل الامن هنا اللي كيمثل الدائره الامنيه، قال احنا جينا يعطونا رساله من غدا نبلغوه، وديك الساعه يتحل الملف، لانه لا تبلغ راه اكيد الحكم غيكون صالحه. ولكن اليوم كنشوفوا بانه رجل امن، واش 8 سنين النفوذ ديال رجل امن ضابط وصل انه 8 سنين يبقى مجرجره السيده في القضاء؟ واش اصلا الطفل اللي خصو يكون في المدرسه؟ حنايا اللي بغينا نفهموا انه كيفاش انه ملف بسيط ديال اثبات النسب استمر 9 سنين والطفل غيتشرد؟ لا قدر الله هاد الام عاشت دابا الامرين الجحيم والعذاب حتى ولات مريضه، ولاو فيها ثلاثه ولا اربعه الامراض مزمنه، عاد زيد الوعكات الصحيه، ودائما دائما كتسقط في المحكمه، لانها باش عرفتي راه 9 سنين باش تبقى كل تقريبا ثلاثه الاسابيع عندك جلسه، ولا معدل شي مره جوج الاسابيع عندك جلسه، ضربها في 9 سنين شوف شحال من مره جات للمحكمه. هادشي راه لا يعقل، راه ما يمكنش باش تقول لي ملف بسيط فيه جميع الادله والاثباتات، وحتى مدونه الاسره كتايد مني، مدونه الاسره كتقول لك الا ما كانوش الاثباتات اللي هي مثلا اشهاد او لا في فعدلي او لا صدق او لا شهود، بامكانك تمشي مباشره للخبره. المحكمه مشات للخبره المره الاولى ما بغاش يمتثل، مشات للخبره الثانيه وما بغاش يتبلغ، اذا هذا السيد راه كيبين اننا ملي كيجيو منابر وهي ملي كتعتصم وكيشوفوها عموم الناس، راه هذا اولا احراج للقضاء واحراج للمؤسسه الامنيه، والسبب ان واحد رجل الامن اللي هو مفروض عليه يطبق القانون ويلتزم بتطبيق القانون ويكون قدوه من بين المواطنين اللي كيمتثلوا القانون، لانه هو كينفذ القانون، خصو بالعكس يطبق القانون. وحتى الاداره العامه الامن الوطني حتى لا ما توصلت بالرساله بامكانها تجي وتطالب النيابه العامه باش تاخذ الامر، لانه هذا راه كيشوه صوره الامن، هذا كيعطي صوره غير اخلاقيه على رجل الامن، هذا اصلا مني كيجرجر هاد السيده راه كيخلي مواطنين ومنها ولدهم، انه كيشوف في القضاء انه ضيع عليه حقه وحق امه، اذا هاد السيد كامل وكيقول لها راه عندي نفوذ وغنبقى مجرجرك. وفعلا انا مني جات عندنا اول مره استغربت، قالت لي راه قالت لي نفوذ راه غنبقى مجرجرك سنوات تنخرج تقاعد، قلت لها ما يمكنش، مالو شكون هو؟ كلشي سواسي امام القانون. وانا دابا تصدمت، دابا تاكد لي بالملموس انه بامكان ضابط امن، هو ضابط امن راه ماشي شي رتبه، راه ما هو جنرال، ما هو والي امن، ما هو بامكانه يتلاعب بالقضاء ويجرجر مواطنه بسيطه 10 سنين، ها هو غادي في 10 سنين، يعني هذا السيد عارف اش كيقول، يعني الناس اللي معاه واللي اللي كيبقاو وكيساندوه وما بغاوش يحركوا المسطره باش السيده تاخذ حقها، راه هادو هما اللي كبر من المؤسسه، حنا كنعرفوا بانه القضاء فيه مسؤولين وشرفاء، المديريه العامه فيها مسؤولين وشرفاء، خصهم يتدخلوا وينصفوا هذه السيده.